اليوم يا جماعة الخير انطلاق سلسلة أبو خليل الخيرية بإذن الله، واللي راح تكون إن شاء الله في جميع قارات العالم. مع كل مليون راح يكون عندنا عمل، وأول عمل راح يكون عندنا مشروع 3 مليون، راح نحفر بير بجنب مسجد تشونغ. وأيضا يا جماعة الخير راح يكون عندنا هدف أساسي ورئيسي لل5 مليون، راح نبني مكتب للدعوة والإرشاد في أمريكا اللاتينية، كون أغلب اللي هناك ما هم مسلمين. أيضا يا جماعة الخير الهدف الرئيسي والأساسي والأكبر مشروع 10 مليون، راح نسوي مسجد بحول الله وقوته في أفريقيا، ومع كل مليون بإذن الله راح نسوي صدقة جارية في كل قارات العالم، في أوروبا أو أفريقيا أو أي قارة موجودة في هذا العالم. ولا تنسوا رابط التذاكر لفيلة باور آخر أسبوعين لنا في الفيلة، تلقونها تحت في الوصف. والآن يا جماعة الخير نروح لشونغ ونعطيه الخبر ونشوف ردة فعله. هيا الله بشاية ارحب شيخي. السالفة؟ السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أهلا بالقدوة. حياك الله بالشيخ. حياك الله. الأخبار؟ شو السالفة يا ولد؟ أبشر بي والله يا أبو شاية. شو أخبارك؟ حياك الله. طيب أمورك طيبة؟ عندي لك خبر بإذن الله أنه راح يسافر. أنت ما شاء الله تبارك الله يعني صنعت أثر جيد، سواء داخل الفريق ولا برا الفريق، سويت حاجة ما قد تسوت صراحة. في أشياء ظاهر الجمهور، في أشياء ما هي ظاهرة. الله يطول عمرك. وحلو إنه يكون في تنافس خصوصا في الموضوع هذا. فبالتالي يا أبو شايع، إحنا عندنا 6 قارات الآن في العالم، أو 7 قارات، كم عندنا قارة؟ 7 قارات. بحول الله وقوته يا أبو شايع راح يكون عندنا عمل خيري وصدقة جارية في كل قارة. ما شاء الله. كيف؟ بإذن الله. كيف؟ بإذن الله على كل مليون راح يكون عندنا عمل نغطيه في أفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، وفي كل دول العالم. بتقول لي يا أحمد إنه مثلا نسبة المسلمين في أمريكا قليلة، بقول لك يا أحمد على نيتي ونيتك ونية شيبانك ونية أعضاء باور كلهم. نيتهم أكيد ونية المتابعين أكيد، هم أول ناس. راح يكون بإذن الله فيه مكتب دعوة لجاليات غير مسلمة في أمريكا. أيوة هذا العمل. العمل الآن عشان أفهمه، بتدخل ناس الإسلام ولا بتسوي عمل خيري؟ بإذن الله راح يكون فيه وقف مكتب دعوة. أبغى معك أنا. أنا معك. أبغى معك. هذا عمل 5 مليون. لحظة عشان أفهم، أنت بتسوي يعني بير كذا ولا أنت ناوي تدخل ناس الإسلام؟ أبى أدخل ناس الإسلام بإذن الله في أمريكا. وربك أمريكا اللاتينية. ورب المسلمين معك. معك أنا معك. All in. العشرة مليون راح يكون فيه مسجد جامع كبير بإذن الله في أفريقيا. حياك الله يا زميل. معاك بإذن الله حتى بالسفر معاك. 3 مليون راح يكون بإذن الله في بير جنب الجامع حقك في إندونيسيا. يا مرحبا بالجار. وأقولك شيء. قل لي. ترى ناوي أسوي حلقة تحفيظ قرآن. ما شاء الله. فندفها برضو معاك. خلاص ممتاز، راح يكون بإذن الله مقطع 3 مليون. ما شاء الله. والله هذا شيء طيب. يعني على كل مليون بيكون فيه قارة جديدة. بإذن الله على كل مليون. طب كيف بتروح القطب الجنوبي تدري الشمال؟ نروح. ما يوقفنا شيء. والله ما يوقفنا شيء يا ابو شايع. هذا الموضوع انت والله تصدق انها يوم فكرت فيها اني عندك اوروبا، أوروبا. اسيا هذه اوكي، امريكا بعيده، استراليا، اوف، افريقيا، وعندك ايش بعد؟ القطب المتجمد الشمالي. لا هذاك ما في القطب المتجمد الجنوبي. باقي 7 ايش؟ افريقيا قلناها، افريقيا، اسيا، امريكا الجنوبيه والشماليه. امريكا الجنوبيه والشماليه. المكسيك. اعوذ بالله. نكون هناك باذن الله. باذن الله. بإذن الله يا أحمد، حنا نسوي حاجة ما تسوي. الله يكتب أجر. بإذن الله. وأنا معك. وهذا الموضوع بإذن الله صدقة جارية لكم من المتابعين والأعضاء باور ولكل من حاب يشاركنا في الأجر. بإذن الله. بإذن الله. مع كل مليون راح يكون عندنا خطة. بإذن الله خطتنا القادمة 3 مليون راح يكون فيه بإذن الله بير جنب مسجد. يا مرحبا. والله يجعل الأجر. افتتح مع الجامع. بإذن الله مع الجامع. الله يكتب أجر. والله يكتب الأجر الجميع إن شاء الله. وأنا حبيت أشارك الخبرية أول واحد. أنا معك. لأنك ما شاء الله تبارك الله. والله معك بالبدن وبالمال والبنون وكل حاجة. معاك. ما شاء الله تبارك الله. الله. الله يوفقك والله يجعلنا يا جماعة الخير محضر خير إن شاء الله للأمور هذه. وأبو شايع ما شاء الله تبارك الله قدوه في المجال هذا. والله يا جماعة أنتوا بتشوفون الموضوع صعب جدا، ولكن رحنا أنا وأحمد صدردي والله قسما بالله إن كان في راحة نفسية وكان في طاقة ما يعلم فيها إلا الله. أنا أشهد. فبالتالي الله يوفقنا في الرحلة هذه ويجعل ثوابها إن شاء الله لكم إن شاء الله ولوالدينا والجميع المسلمين. ونشوفكم ان شاء الله في بير اندونيسيا ان شاء الله. جنب بير الحين
ايش المقطع هذا بتروح البيت؟ لا مو هالمقطع هذا، ولكن الثلاثة مليون ان شاء الله باعتباريته باذن الله راح يكون المسجد البير جنب المسجد حق ابو شايع. من هنا يا جماعه الخير بدات الرحله الى 2 مليون مشترك، وبمناسبه 2 مليون قررت انزل لكم الايس كريم الخاص في ابرة او ابو خليل. الان يا جماعه الخير اللي يجون فله باور يقدرون الان يجون البوث حق 500,000 ويطلبون الايس كريم الخاص فيه. طبعا ما خلصنا هنا، الى الان عندنا اضافات جميله، راح نضيف كورن فليكس على الايس كريم. والله العظيم كذا ولا بلاش، ما وش اللي تحط لي قطره ابراهيم وش. واخيرا وليس اخرا اللوجو حق ابراهيم، وبالعافيه عليكم. ولازم تجربون الايس كريم اذا جيتم فله باور، تلقون رابط التذاكر موجود تحت في الوصف يا جماعه. بتقولون ابراهيم يجامل، تعال يا فارس. والله ما اجامل. هذه مفاجأة الاثنين مليون. أبى أقول شيء، أقسم بالله العظيم إنك مبدع فيه. والله دم مجاملة. أتحداك إذا في أحد اللي من شدي يقول ما عجبه. أنا راه. تعال إذا ما عجبك جيب الآيس كريم. قل لي كيف تعرف اللقى فاسترة ما عجبنا. أذوق خايس. هل تتوقعون إن المفاجآت انتهت؟ باقي مفاجأة ثانية في هذا المقطع. خلوكم مع المقطع. السلام عليكم. مساء الفل. سلم على قناة اليوتيوب. طيب يا جماعة الخير حياكم الله فلة باور ونورتونا. هون يا خواتي زي ما انتم شايفين الان بقي لي 4000 مشترك، وانتم السبب بعد الله سبحانه وتعالى، فاعطوا انفسكم اقوى تحية الان. طيب يا اخوان ابغاكم مع بعض. احمد شو احمد شو احمد شو احمد شو. طبعا يا اخوان احمد شو هو اللي دخلني اليوتيوب، فبالتالي استاهل. سلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته. طبعا يا اخوان هذا الشخص هو ملهمي في المجال هذا، هو اللي طلعني اليوتيوب، فابغاكم تعطوني اقوى تحيه لاحمد شو الان. عندي امنيه يا عيال، ابغى ابراهيم يسوي سي. ابراهيم ما قد سوى سي، ابغى اشوف سي من ابراهيم. ابراهيم الجمهور يبغى منك سي. انا ما اسويها لوحدي، اسويها مع احمد شو. يلا يا جماعه نبغى سي سوا. ها 3-2. جاهزين؟ 1-2-3. يلا عطم عطم عطم. تحكير تحكير يا جماعه، قسم بالله تحكير. طيب يا جماعه بسالكم سؤال، واللي جاوب عليه صح بعطيه هذا الدبدوب. كم طول ابراهيم؟ قاعد يغلط علي هذا. مية وستين. أي واحد يجاوب يلا. لا 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 لا. هنا. يا إخوان تبغون ندخل أعضاء باور؟ ما عجبتوني أعطوني أقوى. ندخل أعضاء باور. مو طبيعي والله العظيم. الجمهور رقم واحد، الجمهور رقم واحد، والفريق رقم واحد في الشرق الاوسط وفي العالم. والله العظيم هذولي ما هم فريق، هذولي اخوان. شوف شنقش قاعد تسوي، كل واحد يسوي حساب ويشترك يا جماعه، ضروري لازم نوصل للعالم. الكل قاعد ينشر، الكل قاعد يساعد، الكل قاعد يعزز، فبالتالي لا تسالون ليش انا وصلت 2 مليون، انا وصلت لان معايا هذولي. شوف كم عددهم، كل واحد يقول الزود عندي، وشوف الجمهور العظيم، شوفه وريهم. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان اول مره في حياتي احس اني انا اللي وصلت 2 مليون. حبيبي والله حبيبي. لحظه دقيقه ابوي، دقيقه دقيقه يا عيال. يلا يا ابوي يلا. يعني والله العظيم انك قصير. ليه؟ سرعه تكلم معنا. يلا يلا يا جماعه باقي 750. ارفعوا ارفعوا يلا ما بقي شيء. فوق 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 مع بعض يلا. فوق 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 يلا مع بعض اقوى يا جماعه. يا جماعه مع بعض. هنتر 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 هنتر. اقوى تحيه لرئيس باور ابراهيم التميمي. يا حبيبي ما فوت بصراحه. اليوم يومك. ابشر. انا عارف انك متوتر. انا عارف انك متوتر. فين الصيحه؟
فين الصيحة؟ يا ابن الحلال وخر. ابو عمي ما عندك شيء، ما عندك شيء، قسم بالله ما عندك شيء، ما عندك شيء، ما عندك شيء، باقي 50 50 50 50 40 فوق 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 فوق. يا حبيبي يا حبيبي الله يبارك فيك، مبروك مبروك مبروك. تعال اصبر كمل يا حبيبي. البركة 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 يا حبيبي. الله يطالع فينا الكبسة، الله يطالع فينا. الله يبارك فيك. دوري دوري يا حبي لك يا بعد قلبي انت. ها ألف مبروك يا حبيبي. يا حبيبي الله يسهلك يا حبيبي. يا حبيبي مبروك يا كلب. الله يبارك فيك. ها لابس أحمد آخر واحد آخر واحد. والآن لحظة المفاجأة اللي تنتظرونها، وهي رسالة من الوالد لي بمناسبة 2 مليون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ابن الحبيب إبراهيم العمري، بذلت واجتهدت فنلت ثمار جهدك، فمبارك لك ما قد حزت من الأماني، وهنيئا لك تحقيق هذا الإنجاز. وعدتني بأن تظهر بما عليه ربيتك، فصنت العهد ووفيت بالوعد، وكنت خير مثال يحتذى به لصانع محتوى متمسكا بدينه ومبادئه وقيمه. فكانت ثمار ذلك بأن نشر الله لك قبولا بين الناس. ابن الشهم الأصيل، أوصيك بتقوى الله وأن تسعى إلى رضاه قولا وفعلا. رفع الله قدرك وأعلى مقامك، وجعل متابعيك شاهدين لك لا عليك، وأدام عليك القبول والتوفيق، والله ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. يا بابا يا بابا يا حبيب بابا يا حبيب بابا يا حبيب بابا. أنا محظوظ يا جماعة الخير بأجمل أب وأم في العالم، فبالتالي أحتاج أقوى تحية لأبوي وأمي. هذا اخوي حسام يا جماعه. الف مبروك يا حبيبي. مبروك مبروك تستاهل يا حبيبي. مبروك تستاهل مبروك يا الله مبروك تستاهل. عقبال 10 و20 مبروك يا اخوان. هذا اخوي حسام، اعطوه تحيه. هذا ولد عمي، هذول اصدقاء الدراسه من اولى متوسط احنا نعرف بعض. يا مرحبا يا مرحبا. فاعطوني اقوى تحيه لهم. شيكوا على متجر باور، تلقوا الروابط تحت في الوصف، في اشياء جميله جدا، ولا تنسون كودي ابرا، وبالعافيه عليكم.